ثلاثة شتي كيف فين الخر؟ هاو ها فين الخر الراس ديالها خرج 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 مشى ولكن ليش طاح مسكين غير من تحت هنا وش عارف في عادية تخرج المغرب راه الا ما حضرتها راسك مشيتي فيها السوقان خاص حضر راسك الطريق اللي قال لك اللي ما عمرك تزي منها شور بالنسبة أطلس سيبت لي بحال داري وتما عيان القضية ما كاين كاين شي شوية ديال الفلاحة وشوية ديال الكسيبة وبان لي داكشي ماشي هو هذاك وأنا من جهد خصني نقلب على الخضرة كيبان لي واحد كاين جاي دايز طاحت ليه الصرجمة مشيت عاونتو وداني معاه وليت تاخذ واحد الكاميو صغير من الكاميو صغير اللي كاملو سولو فولفو 180 عنده الفلتر على برا ماشي غادي تشد الكاميو غادي هكاك وصافي خاص تحاول على الناس وتحاول على راسك فهمتي تكون الفيراج قزح خاصك ديما كلاكسون على شحال تجيب الدوره تتشد لا دروات ديال هذاك اللي جاي وانت باش راجل ليسونس خاص تحاول ديما تهرب على راسك تهرب على هذه هذه هي المشكلة الخدمه ديالنا هي قاصحه شي شويه واحد الكروشي يدور في الفيراج يجيب لي شي واحد شوف فين معلق لازم ما تيفكرش بعقلو واش غندير تا يدير شي فضيحه عاد تيقول لك لا حول ولا قوه الا بالله لا والو عرفتي شحال من كيلومتر هنا غير البلاصه ديال الخطر ما فيهش شي حاجه اللي يحملك الديكريات كلشي الديكريات واحد الخطره هو نوب دي زاندا هو يقول لي شي فور راه انت وزهرك تفوتوا مع واحد البرج هو هنايا هو جاي غير جوزيام وانا اللي كاين مفروم فلي جايبين المعدن من تزارين جايبين 34 طن ديال المعدن قال لي الفرع الناس خور صاحبي هاكا مشكل قال لي واحد الطريقه في الشال بحال ما عنده سوق والدخاخ الملور في الرويض بس باقي شي فراني قاصح الفران دابا تي فراني ما تينقص الرونفلاج اللي كاين في الديزاندا عنده غير داك فروموتور تيقول لها تكون عندي ديك الساعه تقريبا بحال شي 21 22 وصحيح وتنقول لي المهم صاحبي ما تفرقش معاه طاح نطيح معاه قول لي اش قال لي مسكين قال لي ملي خرجت لينا العاقبه بخير غير في هذا البرو هذيك هي زعما خير ها فين وقفنا تتفاجيني تنفكر ذاك الايام وذاك الشيء تتولي ناشط مع راسي وذاك تنفكر الايام ديالي تنشار تنقول بخير على خير درت من هنا ومشيت من هنا ما درت لك سيطره والو بخير تنفكر الايام زوينه
El mercado exige día a día mayores prestaciones. Por eso, desde Ford Camiones nos preparamos a diario para ofrecerte lo último en tecnología, seguridad y confort a través de nuestra nueva línea cargo. Camiones potentes y robustos que se adaptan a cada una de las necesidades, brindando un desempeño superior y permitiéndote siempre llegar más lejos. Nueva línea cargo. Ruedas EB, con tecnología y excelencia, fabrica ruedas de aluminio para camión y colectivo, pensando siempre en su seguridad y confort. Ruedas EB, un líder. Ya salió Planeta Camión, revista edición 79. Te contamos el porqué del éxito del Volkswagen Constellation 17280 Advantage. Además, analizamos la guerra de los livianos y te mostramos toda la oferta, marca por marca. Se presentó una nueva alternativa para transportar 55,5 toneladas. Mercedes da batalla con su Atego 1726 Bluetech 5. Isuzu da el primer paso de su regreso a la Argentina y presentó el NPR 75. Cruzamos los Andes en la peor época del año y te contamos cómo lo hacen los clientes de Iveco. Fate presentó su nuevo neumático con puro poder de tracción, el Fate Cargo DO820. Y más novedades de Volvo, Scania, Ford, Kia y mucho, mucho más en esta nueva edición de Planeta Camión Revista. Ya está en tu kiosco, no te la pierdas.